مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين، اهلا بيكم في لايف جديد. معانا النهارده النجم الكبير عصام شعبان عبد الرحيم. النجم عصام شعبان عبد الرحيم بيقول لك انا هتجوز مرات ابويا بشرط تكون بتعرف تعمل محشي، ولو طلعت ما بتعرفش تعمل محشي وحلو مش هتجوزها. ده حقيقي؟ اه باشا، بس انا دي مش مرات ابويا، وانا واحد في واحد هيتجوز مرات ابويا انا اتجننت. ما ده اللي احنا عاوزين نعرفه منك. لا بقى انا ما ينفعش اتجوز مرات ابويا، انا عارف ان الدين والشرع والاصول مش ما ينفعش، ده حتى لو كان متجوز عرف وما دخلش عليها برضه ما ينفعش. اه هو ابويا ما عملش كده، انا متاكد. عشان كده انا بقول بقلب جامد انا هتجوز منار، بس اهم حاجه تكون بتعرف تعمل اكل، مش هتجوزها واجيب لها وانا اعمل لها اكل. انا لقيتها تتجوزها عشان تعمل لك اكل ولا عشان هي حلوه؟ عشان انا اما عاوز اكل تعمل لي اكل. اه عشان انا راجل صعيدي، ولو اي واحده هتجوزها لازم هي اللي تكون تطبخ، مش انا اللي هقوم اعمل لها اكل. يعني انت عاوز تثبت للناس كلها انك انت اخترت منار عشان هي ما اتجوزتش ابوك؟ عايز اتجوزها مخصوص، انا مش بتلكك عشان هي حلوه ولا حاجه. ولا عشان لبنانيه، انا يعني في اكتر من انا ومراتي. مراتي قالت لي لازم تتجوز منار عشان تنفي حكايه جواز ابوك منها. فعشان كده انا، وعشان بقى هي حلوه ولبنانيه ورايح فين؟ رايح عند منار، راجع من عند منار. انت فين يا عصام؟ انا في لبنان. انا في لبنان عند منار وراجع من عند منار كده يعني. طب خلينا نتكلم والله بجد، يعني انت فعلا وصلت لها انك عاوز تتجوزها بشرط ان هي بتعرف تكون بتعرف تعمل محشي، وتكون محشي بالذات كمان. اه يعني تكون محشي عشان ده اصعب اكله مصريه. يعني هو ده مش صعب؟ مش صعب، ده انا بعرف بس اعمل عليها هي هيبقى صعب. انا نفسي بعرف اعمل محشي. يعني انت بتعمل محشي يا عم عصام؟ ايوه، انا بشوف مراتي وقاعده بتعمل ازاي، فانا ممكن يعني سهل المحشي تعمل كده اهو، تعمل كده وتكون لفيفه. لا مش محشي يا عم عصام. لا يعني لفه. عم عصام احنا عاوزين نتكلم معاك جد شويه، احنا هنا في لايف الجمهوريه اونلاين. يا باشا الجمهوريه كلها، جمهوريه مصر العربيه والجمهوريه بتاعت الجمهوريه فوق دماغي. احنا عارفين وانا فرحان. انت دايما معانا في الجمهوريه. انا سعيد باللقاء ده، عشان دي جريده ليها اسم يعني جريده البلد. اتفضل يا عم، اتفضل يا باشا، اتفضل. هنكمل حوارنا، بس انا عاوز اعرف حب الناس. انت بتقعد هنا على طول في المكان عند الميله؟ بقعد هنا عند الميله، وبقعد عند المعلم محمد ادم عمران في الحادثه. اه قد خد يا عم الحاج. بتقعد عند صديق ليك يعني تاني غير مكانك هنا؟ بالراجل جدع، راجل محترم، معلم محمد ادم عمران ده من الناس اللي الواحد بيتشرف، بيبقى قاعد مطمن كانه قاعد مع اخوه الكبير. ده صديقك يعني؟ وابوه انا ببوس ايده زي ابويا بالظبط كده. ناس من الناس الاسره الجدعان. بيفكروك بعم شعبان؟ ابويا كان بيقعد هناك على طول. بس ابويا كان بيقعد هناك بقى، كان بيقلب الدنيا، الناس كلها بتتلم عليه. حبيبي عمي سعاد الباشا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بنصور مع عم شعبان في الشارع، مع عم عصام في الشارع. فحب الناس باين قوي يعني. لا ده صديق ابويا بقى، بس من الناس. انت كلمه كده، هو ده. عاوزك تقول لنا حاجه كده تفكرنا احنا طبعا عمرنا ما نسينا عم شعبان، ولكن قول لنا ذكرى ليك معاه. الحاجه اللي بتظبطها دي والله فعلا بتبقى جميله. ده حقيقي. عم شعبان عبد الرحيم الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، من اجدع الناس اللي انا عرفتها في حياتي. موقف ليك معاه مثلا؟ كنت عشمان فيه. كنت عشمان فيه في فرحي، جه وجاب الفرقه وما خدش مني جنيه، وهو ماشي عمل معايا يعني واجب محترم. طب خليك فاكرنا بقى. زي ما حضرتك سمعتوا، احنا فعلا والله 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 والله, والله ما مجامله. عم شعبان عبد الرحيم الله يرحمه ساب اثر في العالم العربي كله. خلي بالك يا محمد، اثر في العالم العربي كله، في كل بيت، في كل بيت. ها سايب اثر. ده حقيقي. يعني امبارح بالصدفه كان في الفنان هاني شاكر كان بيصور مع نجم كبير من السعوديه، فذكر شعبان. كل كلمه حلوه اتقالت. ده حقيقي. كل كلمه حلوه اتقالت. يعني كان اخ.
واب ووالد ويعني مش قادر اقول لك. الراجل ده من احسن مكان ناحيه الجيزه كده، احنا بين السرايات، بين السرايات ديت. الله يصلح حالك. بين السرايات ديت هتلاقي فيها الرجاله اللي هي الرجاله ولاد البلد يعني. بص يعني مش عايز اقعد اقول لك بقى، عمل لها مسلسل بين السرايات. ممكن تعد معايا كده بسرعه؟ عم مجد جنجه وعم بين السرايات، بين السرايات من صغرها لكبيرها يعني، ناس محترمه كل الناس تشرف اي حد، واحنا بنتشرف بيهم. واحنا بنتشرف بيكم. انا اتشرفت بيك جميل. والحاجه اللي ما بتبقاش متحضر لها وبتيجي كده بفجاه، والله فعلا احنا ما يعني احنا ما نعرفش الحركه تعدي وهتقف وتسلم على عصام. عايز اقول لك بقى ان النجم العالمي استاذ عصام في الحاجه الوحشه قبل الحلوه معانا، ده حقيقي معروف عن ولاد عم شعبان كلهم والله كده. يعني اي حد مريض يسمع نبص نلاقيه داخل علينا. بص واحد مننا واحد مننا يعني واحد مننا. ربنا يخلي ولاد عم شعبان ويرحم عم شعبان يا رب. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. انا سعيد جدا. انا اللي سعيد باللقاء. عايز ادي العم ابو هشام البشير. ربنا يشفيه ويعافيه ويعافيه. انا سعيد جدا جدا ان شاء الله. اسعد بحضرتك. سعيد بحضرتك. الله يكرمك. حلو سرعة دي يا كابتن. سلام عليكم. سلام على العم. حبيبي. سلام على عمو. حب الناس عم شعبان والحاجة اللي احنا بنبقاش عاملين حسابنا ان حد هيعدي ويقف ويتكلم ويجيب. اتفضل. سبحان الله يعني احنا قاعدين بنتكلم معاك في موضوع ونلاقي الناس بتعدي وبتجيب سيرة عم شعبان بكل طيب وبيقولوا على الوجايب اللي كان بيعملها، فربنا يرحمه يا رب ويجعله من اهل الجنة. نرجع بقى لموضوع عم عصام. بص بقى انا عايز اقول لك حاجة. اتفضل. انا عاوز يعني هي في حاجه لما انا اتجوز منار؟ لا طبعا. الناس كلها عماله تقول لك منار ايه في ايه؟ انا اتجوز. هي الناس بتقول لك لا يجوز عشان هي مقتنعه ان كانت مراتها مش عبادة. هو انت غيران مني ان انا اتجوز منار؟ لا ده شوف لي واحده برضو عندك في لبنان اتجوزها. اما اروح وامن واخد وضعي في المنطقه ابقى انتهى. يعني خلي بالك ده شعب طيب قوي. يعني شعبنا شعب جميل. لا شعب لبنان. ناس طيبين وناس جدعان. وعندنا برضو هنا احسن شعب في مصر. ده حقيقي فعلا. مصر بلد الامن والامان يعني. طبعا. هي عرفت انك عاوز تتجوزها؟ وبيحبوا يتجوزوا. بيحبوا يتجوزوا. ما يصدق يتجوز لبنانيه. اي واحده بيضه حلوه كده حمراء يتجوزها. هي عرفت عم عصام؟ عرفت وقالت لا يا عصام الله اكبر الله اكبر. عرفت وقالت لي يا عصام احنا زي الاخوات. ومش هينفع انا اصل هي بتيجي عندنا من زمان وبتيجي تقعد معانا في البيت وانا كنت بخرج انا وهي وابويا نوصل الصبح في الحتت. فهي برضو جديد عليها لما انا اقول لها عايز اتجوزك. بس معلش يعني هي ما اتجوزتش عم شعبان الله يرحمه وادعت ان هي اتجوزته. امال لما تتجوزك انت بقى. ابويا عمل غنوه معايا اسمها اتجوز لبنانيه. ابويا عمل معايا غنوه اسمها اتجوز لبنانيه. ابويا بيساعد اي حد خلقه ربنا في الدنيا بيبقى عايز ينجح بيقوم واقف معاه. هي طلبت منه ان هي تعمل غنوه هما الاثنين، عملوا غنوه مع بعض اسمها اتجوز لبنانيه. والغنوه كلها صور عامله كده وكده وما اعرفش ايه. فالناس خدوا الصور بقى وقال لك شعبان. انا طبعا ابويا عمره ما يعمل كده. يعني الناس هي اللي طلعت الموضوع ده مش هي اللي قالت ان هي كانت مراته؟ لا هي يعني هي ومدير اعمالها اتكلموا شويه بس برضه ما قالوش. يعني ما فيش حد تسرح على ورا كده اي تسريحه غير ان هي قالت انا ليا فيلا. زي ما المحامي هي بتقول ان المحامي الاستاذ هشام ابراهيم اتصل بيها قال لها ان انا كلمت الاستاذ هشام قال لي لما هو قلت كده بقى ممكن يكون حد اشتغلها او ضحك عليها وقال لها حاجه. لكن احنا ما عندناش. وبعدين هو ابويا لما يجي يقول لك البنت زي بيتكم تعالى يا باشا اقعد اتفضل انا عصام قلب يا عمك اقعد هات له اكل وهات له شاي وحاجات ويقول لك انا همشي انا والبيت ده زي بيتكم يا اسطى وخليك خلاص بقى بيتكم. يبقى كده خلاص بعد كده تيجي تقول لي والنبي عم عصام ده بيتنا انا قاعد معاك اكيد لا او تيجي تقول انا عايز اورث اكيد لا. فجايز هي فهمت غلط يعني او حصل سوء تفاهم. لكن برضو خلينا نقول ان هي لو بتعرف تعمل محشي هتتجوزها ولا حاجه ثانيه غير المحشي؟ لا محشي وبصاره وعدس ولازم الحاجات دي تتدرب عليها. وايه موضوع تكون بتعرف تغسل دي؟ تغسل ايه؟ اصل انا عندي منادى اول ما بروح البيت
رجلي بتبقى منها عليا او وجعاني فبتقوم حاطه لي رجلي في ميه بملح. فهي لازم الثانيه تعمل الحاجات اللي مراتي بتعملها. ما الثانيه مش تيجي برضو تقعد تريح في البيت بقى وتأنتخ وتاكل وخلاص. لازم تشتغل برغبتها. ايوه مش انا هديها مصروف هديها 50 جنيه كل يوم. 50 جنيه؟ ممكن 70 جنيه عشان يعمل لبنان. كتير قوي ما تطمعهاش. ممكن اديها 70 جنيه عشان يعمل لبنان. انت زي العسل يا عم عصام. دايما بترسم البهجه والفرحه والله ربنا يرحم عم شعبان. ربنا يستر يا رب. والجديد بقى الجديد يا عم عصام. فعلا في مسلسل اولاد شعبان عبد الرحيم. باذن الله. باذن واحد احد. انت واخواتك كلهم فيه. انا واخواتي عاملين موضوع كويس. يعني انا مش عايز اتكلم عليه دلوقتي بس عشان خاطرك وبرده خاطر رئيس التحرير وخاطر الجمهوريه كلها. انا اعتبر ان ده تصريح من بقي كده. ان شاء الله باذن الله احنا شغالين في مسلسل بس مش هقول اكتر من كده. يعني لحد ما ان شاء الله يلاقي النجاح والتوفيق ان شاء الله بامر الله. ودايما احنا بنبقى سعداء لما بنشوفكم معانا سواء في اللايفات او على الشاشات الفضائيه. يعني يا رب. وانا بشكرك على انك انت اختصتنا في الجمهوريه اونلاين بتصريح المسلسل دوت او بالانفراج. وانا خلي بالك يعني انا هو يعني انا كنت بحب اتكلم في الجريده بتاعت اللي انا كنت عامل فيها الحوار. عارفها. يعني ما كنتش عايز اقول في كذا حته على الكلام بس انا الجمهوريه ده بيتك. انت انا اخوك الصغير طبعا ومن منطقتي طبعا وما ينفعش تقول على اي حاجه واقول لك لا. ربنا يخليك ليا. والجريده دي جمهوريه. اسم الجمهوريه ده ما ينفعش حد يقول له لا ده لازم يقوم يقف انتباه كده ويقوم يكش روحي جوه يعمل شاي لاي حد ويرجع. ده احنا كلنا تحت امرك يا عم عصام. الله يستر معاك. انت من الناس المحترمه اللي احنا بنعتز بيها ودايما بتبقى منورنا في الجمهوريه اونلاين يا عم عصام. الله يكرمك. الله يستر. وانا كنت سعيد النهارده ان انت معايا في لايف الجمهوريه اونلاين. بالنسبه بقى للهدوم واللبس عاوزين نعرف بقى ايه قصه الشياكه ديت. الجزمه نفس لون القميص نفس لون الحزام اللي الذهب اللي الناس كلها بتنتقد الذهب اللي انت بتلبسه. طب ليه هو في ايه؟ هو مفيش غيرك انا عم عصام. معرفش يعني انا ما البس. يقول لك دول غوايش. دي مش غوايش. لا دي مش غوايش. بس هما ممكن يكونوا ايه زياده بس يعني. ولا زياده ولا انا حابب ان انا يعني ما فيش حاجه ما البس عشان انا راجل بغني فبعمل لنفسي ايه كاركتر. فانا عامل الهدوم دي. طبعا ربنا يخلي لي المناده هي اللي منقيه لي الالوان. والبنطلون وكل الحاجات حتى الحاجات دي اللي جايبها لي. كل الحاجات اللي انا لابسها هي اللي بتنقيها وهي اللي بتجيبها. انت حاطط ايه اللي كان مفتاحه مع مش عارف ولا حاطط مفتاح القفل ده برضه؟ لا ده القفل بتاع المنطقه بتاع الفيلا. لا بتاع البوابه بتاع المنطقه دي. انت اللي معاك القفل والمفتاح بقى يا عم عصام. والمفتاح انا اللي بسالك مني في المنطقه. شايل القفل والمفتاح معايا حاطته. لكن وانت طالع تروح بقفل بقى ورا واطلع. ربنا دايما. احنا هنا في منطقه الكعبيش دي اجدع ناس خلقها ربنا واطيب ناس وبيحبونا كلهم من ساعه ما عملنا العزا بتاع ابويا هنا والموتى وكله كان واقف معايا في العزا. ده حقيقي. كله كان واقف. العزا كان عامل ازاي؟ يعني اجدع ناس. انا قاعد في وسط اهلي. اكيد طبعا. وانا من طبعا من الشرابيه. احنا عارفين ده طبعا. منطقتي الاساسيه. عارفين طبعا. وكنت عايش 30 سنه في 100 حلفه برضو منطقتي. يعني كل البلاد الحمد لله بتحب. انت بتعتز بالشرابيه ومنحلفه ومبابه الناس المحترمه اللي زيك يا عم عصام ما بينسوش ناسهم واهلهم اللي اتربوا وعاشوا في سوريا. وبزعل قوي من الناس اللي بتكتب كلام من تحت ده كرش هو اللي طالع ده ما اعرفش ايه ده ناس كده ما اعرفش هم. عارف انا بقول على اللي بيكتبوا كلام وحش دول ان هم عشان عندهم على الصفحه بتاعتهم 10 انفار بس بيعلقوا لهم فبيكتب كلام وحش. لكن اللي هو ما في ناس يعني انت عارف البث اللي احنا كنا عاملينه ده كان عامل 5 مليون. حلو حصل. مش معقول ان 5 مليون كلهم كانوا بيشتموا ده كلهم كانوا بيدعوا لابويا بالرحمه وبيدعوا لي يقول لك ده راجل متربي ومؤدب. مش كل الناس كانت بتشتم. طبعا طبعا. بس الناس اللي بتشتم دي انا نفسي اقول لهم حتى لو مش يعني لو مش هتتكلم حلو مش مهم تشتم. ده حقيقي فعلا. يعني لو انت في حاجه مش عاجباك فيا
مش ضايقك بعد التعليقات في اللايف اللي انت كنت عامله في موقع من المواقع ان الناس كلها دخلت وتنتقد موضوع انك انت عاوز تتجوز منار، وعمالين يقول لك لا ما اسمها ايه، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، كأن انا خدت المأذون ورحت. طب ولا يجوز ليه؟ ما هو ما اتجوزهاش عم شعبان. هو ايه يعني ما اتجوزها؟ هو ابويا ما اتجوزهاش اصلا وانا متاكد وهي عمرها ما تاكد نفسها. لو انت وتوافق على الجواز وهي عارفه ان اللي هي بتعمله ده اكبر حرام. طبعا طبعا، عشان هي ست مسلمه وست محترمه مش تعمل كده. انت عاوز توصل رساله للناس اللي بتنتقد؟ انت عمرك ما هتعمل حاجه تخالف الشرع. عمري في حياتي ما اعمل حاجه تخالف الشرع وتخالف كلام ربنا، عشان انا راجل مسلم وابن راجل جدع وما بنعملش حاجه تخدم ربنا، ولا احنا بتوع اي حاجه خالص شمال. الحمد لله الحمد لله، وما بشربش سجاير ولا بشرب اي حاجه، وفايق لنفسي وفايق له وفايق اللي بقوله. وكنت عيان شويه وخفيت دلوقتي، بقيت اي حد هيبمبك معايا اقوم اديله بالنص. ربنا يديك الصحه والحمد لله على سلامتك الفتره اللي انت كنت تعبان فيها دي. الحمد لله الحمد لله. حابب تضيف حاجه ثانيه في موضوع؟ لا نفسي بس الناس اللي بتشتم وتقول كلام وحش يعرفوا الواحد الاول اذا كان طيب او جدع او وحش ويكلمه. معروف عن ولاد عم شعبان الجدعانه والطيبه والاصول، لكن الحمد لله الحمد لله يا رب. احنا لما بنزني وبنطلب من ربنا يفكها علينا بيفكها علينا. ده حقيقي فعلا، يعني نقعد نستغفر ربنا كده، يعني اول ما انا نفسيتي تتعب اقعد اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كذا مره، لحد ما اخلص السبحه واستغفر ربنا 100 مره وما اعرفش ايه 100 مره، عليا ربنا فرج عليا من واسع. ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب. ودايما في نجاح يا عم عصام وتقدم كده، واحنا منتظرين كلنا مسلسل اولاد شعبان اللي انتوا ان شاء الله شغالين عليه الفتره دي باذن الله. وانا بشكرك ان انت كنت ضيف النهارده في الجمهوريه والله يا عم عصام. خدامك ربنا يخليك يا عم عصام. شكرا ليك يا عم عصام. شكرا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين.